بالنسبة للووتر سبلاي بيكون راكب عليه الجيت فالف وراكب عليه الاسترينر وواصل على الهيدر بتاعه. وبالنسبة للفوم سبلاي انا عندي البلادر تانك، والسيستم ده الفرق عن السيستم العادي ان انا اقدر اغذي منطقتين ببلادر تانك واحد. اتفضل يا مهندس. النظام زي ما اتفقنا انه باخد سبلاي لهيدر واحد بغذي بيه اكتر من سيستم للفوم سيستم اللي عندنا دلوقتي. مثال الفوم سيستم بقدر استخدم تانك واحد وعن طريق اوتوماتيك ريليس فالف، الاوتوماتيك بريشر ريليس فالف ده بيعتمد على الضغط اللي بيطلع من السيستم. على سبيل المثال لو انا اشتغلت من السيستم ده وقت ما بيحصل لي ريليزنج او فلو للسيستم بيودي ضغط على البلادر تانك، سواء من السيستم ده او من السيستم ده بيوديني هناك على الضغط على التانك. الاثنين اي واحد فيهم بيشتغل بيودي الضغط على التانك وفي نفس الوقت بيكون ماشي فلو هناك. وقت ما بيمشي فلو انا بستخدم الضغط نفسه اللي خرج من بعد الديلوج ان انا اتحكم في الكنترول فالف سواء للمنطقه دي او المنطقه ديت عن طريق نفس الضغط. ففي حال حصل ريليز للديلوج فالف باخد خط من الضغط بعد الديلوج بوديه على الكنترول فالف ده، وفي نفس الوقت يودي لي ضغط على البلادر تانك، فالبلادر تانك يعمل ريليز للسيستم يمر عن طريق نفس الطريق اللي انفتح وقت ما حصل عمليه الاطلاق ويودي لي الفوم في مكان واحد بس. طيب مكونات نظام الفوم ايه يا صبري؟ نظام الفوم طبعا احنا اتكلمنا ان يكون عندي مصدر للميه ومصدر للفوم. مصدر الفوم بيتم حسابه على حساب المساحه اللي هيتم تغطيتها النقطة الأولى، ولمدة الإطفاء اللي هي العشر دقايق. وطبعا عندي الدلوج، بما إنه الدلوج سيستم هو الوحدة الرئيسية في السيستم اللي هو الدلوج فالف. الدلوج فالف. الدلوج فالف هو وحدة إطلاق بالغمر بتحصل وقت ما بيطلق النظام، بيغذي لي المكان بدفعة كبيرة من الماية تغطي المكان بالفوم، تغطي المكان في وقت واحد. تمام؟ فأنا دلوقتي طيب وتشغيل النظام ككهرباء؟ تشغيل يتم. النظام بيعتمد على ثلاث إشارات. الإشارة الأولى تكون إطلاق يدوي، سواء إطلاق يدوي عن طريق وحدة إطلاق يدوية ميكانيكية بفرغ الضغط، وبيعتمد أصلاً إن الدلوج فالف عليه ضغط من جهتين متساوي، الضغط من مصدرين اتنين في نفس الوقت. كل اللي يفرق بينهم دلوقتي إن الضغطين بما إنهم متساويين أنا بعمل إطلاق يدوي عن طريق وحدة الإطلاق هنا اليدوية أفرغ الضغط يدوي، أو عن طريق وحدة سولونويد ده بيجي له إشارة من لوحة الكنترول الفاير الرئيسية، وبتيجي عن طريق حاجتين، عن الديتكشن سيستم اللي عندي سواء فليم ديتكتور أو هيت ديتكتور أو سموك ديتكتور اللي هو بيغطي المكان، والحاجة التانية عن طريق وحدة الإطلاق الكهربية الوحدة الإطلاق الدوية المانوال ريليز. طيب أنا شايف إن نظام الإنذار ده مشابه جدا لنظام النوفيك سيستم أو الـ FM 200 أو السي O2، بحيث ان هو بيبقى اتنين كروز زون. تمام صحيح، اتنين كروز زون. الهيت ديتكتور او وحده طبعا انا عندي هنا سيستم. عندي هنا في منطقه في الهواء وتحت الشمس. تمام، فاحنا مركبين هيت ديتكتور بين تايب تمام كازونه واحد، ومركبين الفليم ديتكتور كازونه اتنين. اتنين في اتنين، الهيت ديتكتور نفسه دبل كروز زون. كروز زون زائد اذا اشتغل الهيت ديتكتور او واحده من الهيت ديتكتور زائد الفليم ديتكتور او اتنين من الهيت ديتكتور نفسه. يعني الهيت ديتكتور الاتنين متوصلين على زونتين. تمام، مش على زونه واحده. تمام. طيب كروز زون سواء من الهيت، وعندي شبكه طبعا المواسير للراحه اللي فوق السيستم اللي انا بحميه بغذيه طبعا بنزل برضه، والنزل اللي هو عندي الفوم بس. يعني دي مكونات النظام، عبارة عن ووتر سبلاي طبعا عليه محبس وسترينر. تمام. وعند البلادر تانك، الفوم بلادر تانك، والبلادر تانك الان والاوت بتوعه عليه محبسين برضه. وعند الدلوش سيستم والدلوش برضه عليه محبس، والمحبس بيكون عليه تمبر سويتش وبتوصل على الانذار وبرمك كسوبرفايزوري بما انه نورمالي اوبن طبعا. نعم. عندي بريشر سويتش تقريبا برضه صح؟ تمام. عندي البريشر سويتش، عندي الديسشارج سويتش، والبريشر سويتش ده في حاله اطلاق بيعمل لي تاكيد من ضمن الحاجات اللي بتتاكد بيها السيستم السيجنال ده وصول الميه للسيستم. التامين بياكد هل كان في ميه، ما ممكن السيستم يشتغل وما كانش فيه ميه قبل الاطلاق. نعم. فعشان ياكد لي النقطه ديت ان النقطه دي تتسجل على لوحه الكنترول ان حصل عمليه اطلاق فعلا وفي حصل ضغط بعد عمليه الريليز. وبتبرمج ك الارم طبعا كالارم. نعم. تمام. النقطه الثانيه زي ما قلنا احنا بنتكلم على عمليه الاطلاق، في عندنا الكنترول اللي يكون عن طريق السولونويد. نعم. وده بيتحكم بيه كهربي وعن طريق المانوال ريليز. طبعا انا هجرب النظام مانوال حاليا. تمام. اذا هنجرب مانوالي بيشتغل الجرس الميكانيكي طبعا على السيستم. نعم. واذا هجرب كهربي بيشتغل. طيب اما بيشتغل الجرس الميكانيكي هنشغل النظام، وبعد كده مهندس صوت الجرس نبدا نشرح ازاي نعمل ريست لل. تمام. اتفضل. طبعا بيبدا الريست بخطوه واحده هنعملها، لان انا نازل السيستم نفسه من الفالف. السيستم حاليا نورمالي اوبن
او شغال ان سيرفيس، بس انت حضرتك قافل الفوم، قافل محابس اللي راح على الفوم، عزل الفوم بسبب طبعا 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 فكره عمل بلادر تانك ان هو اما بيشتغل الدلوش فالف بيطلع لي ميه، الميه بتخش عندي على التانك بتضغط على البلادر اللي جوه اللي هي المثانه، المثانه بتطلع لي الفوم من مصدر، من مصدر فوق طبعا، هنا بتخش على ميكسر هي بتمر طبعا على الاوتوماتيك بريجر ريليز فالف، بتمر على الاوتوماتيك عشان منطقتين تمام، المنطقه اللي هتشتغل فيها الدلوش فالف هي اللي بتغذي، هي اللي هتغذي، هي اللي هيفتح تغذي، بعدين يخش الفوم على ميكسر، بعد كده يخش على ميكسر، شغلته انه يحدد لي الفوم بروبورشنال تمام الكونسنتريت. طيب انا شايف، انا شايف هنا ثلاثه دلوش فالف، ثلاثه انت عندك اثنين نظام ترانسفورمر، عندنا ووتر سبراي سيستم للترانسفورمر على الترانسفورمر، وعندنا اثنين دلوش بيخش في فول. يعني انت عندك في ووتر سبراي سيستم على بدون فوم عادي طبعا دايركت، وعندك اثنين منطقتين فوم، اثنين فوم. طيب اتفضل، هنستخدم واحد دلوقتي على اساس ان احنا نستخدم بقى نبدا نصوره على التانك قدام. نعم، انا هاخد مانوال ريليز اشغل ادوي. تمام، بسم الله بيغطي جسم التانك كله بالفوم. حد عايز السيستم كده تبدا تنزل السيستم. الخطوه الاولى من عمليه الريسيت ان انا ابدا اعمل عزل لل بقفل الجيت فالف الرئيسي بتاعي. الخطوه الاولى بنعزل السيستم طبعا من المصدر. نعم. وعندي خطوه طبعا، هما بما ان عندي ضغطين متعدلين فانا قفلت واحد وما زال الثاني موجود مفتوح، بقفل الثاني. وقت ما قفلت الثاني بتبدا عمليه الريسيت، فمن سبع خطوات اساسيين عشان اعمل عمليه الريسيت. نعم، دي واحد. تمام، اول حاجه ان انا اعزل واحد اثنين، اعزل مصادر الميه، وبعدين افتح الدرين. الدرين عشان يفرغ لي الميه اللي موجوده في الرايزر اللي بعد الدرين. لانه بما طبعا انا بعتمد على الضغط فما يكونش فيه ضغط زياده من جهه اكتر من جهه. وقت ما اتاكد ان مرحله الدرين اذا في هولد من الدرين ماشي حاجه بسيطه. عدينا خطوه اثنين ثلاثه درين، فتحنا الدرين، دي ثالث خطوه. تمام، رابع خطوه، الخطوه الرابعه بعمل عمليه ريسيت الجلوب لوك، جلوب لوك داخل اللوكر. هنا بيكون في عندي بنز بيقفل على الجلوب جوه، بضغط هنا طبعا، ده ريليبل دلوش فالف موديل دي دي اكس، بعمل بضغط مع ضغطه في اتجاه وحده الضغط هنا، وضغطه ثانيه مع جهه الجلوب عشان اكد ان الجلوب يسقط في مكانه. بعد كده عشان اتاكد ان انا اول شيء بضغط عليه واخده اتجاهي اتجاه وحدة الضغط هنا، اتجاه وحدة الضغط تمام، واللوك او القفل هنا، وبعدين ضغطة ناحية الجلوب عشان اتاكد، وبعدين بضغط ثاني ناحية الجلوب لو اتعمل لان في نقطة بتحصل انه اوقات لو انا ما عملتش الخطوة الثانية ساعات الجلوب اوقات الجلوب بيقفل على البن كده ويفضلوا واقفين، فانا الخطوة اللي انا بعملها ان بيقفل الجلوب بيقفل كده ويسند على ده ما يقدرش يقفل القفل كامل. فانا الضغطة الأولى برجع البنز لورا، والضغطة الثانية لو في أي عوائق بتسقط ده في مكانه يقفل بيه الجلوب. الخطوة دلوقتي خطوة اثنين ثلاثة ودي الرابعة. نعم. تمام كده؟ الخطوة رقم خمسة ان انا اقفل الريليز فالف اللي احنا كنا فاتحينه، المانوال ريليز بقفله. تمام؟ دي الخطوة رقم خمسة. الخطوة رقم ستة ان انا افتح الضغط على وحدة الاغلاق هنا. طبعا بيحصل حاجتين عشان اتاكد من ده، الصوت طبعا بيديني صوت وحدة مدة الملء هنا،
ودي صوت بسيط جدا ومده حوالي ثانيتين او ثلاثه بيقفل المكان، ومجرد ما يقفله وانتهى بيظهر عندي عداد بالضغط الواحد. نعم. طبعا احنا هنا العداد ده بيكون اداني الضغط من جهه، الجهه الثانيه مقفوله طبعا لان انا لسه قافل المحبس الرئيسي، فبيكون الضغط عليها صفر. نعم. كده الوحده جاهزه ان انا اقدر افتح عليها السيستم. بفتح عليها السيستم طيب دلوقتي. تمام. في حاله انا طبعا ده بقفله سواء يدوي او سواء عن طريق التفريغ. هنا هو هنا في بول بتعمل اوتوماتيك بتفرغ الهواء وقت ما بكونش شغال. الجزء ده الجزء ده اسمه ببقى فاتحه اسمه ده اير ريليف فالف. شغلته انا ببقى فاتح المحبس عليه وقت السيتنج، على اساس لو وقت ما بفتح المحبس الرئيسي ودخل فيه هواء بيتفرغ عن طريق ده ويخرج، واول ما يبقى فيه ميه في بول هنا، البول ديت الميه بتضغطها مع الضغط بتاعها بتشيلها وتقفل بيها المحبس هنا، خلاص دي نقطه انتهت. مجرد ما اخلص ارجع المحبس ده اوف خلاص. تمام. تمام. منع برضو العمليات الليكج بعد كده. فده دلوقتي في حاله الوضع ده بفتح هنا الضغط. طبعا بنفس الطريقه بسمع صوت ملء الجزء النص الثاني من الدلوج، فالصوت بيبقى مدته ثانيتين ثلاثه وقت الملء. خلاص يعني لان السيستم صغير مش عامل عليه بيطلع عندي. بيظهر طبعا البريشر جيج بيتعادلوا الاثنين، يبقى كده الشقين بتوع الدلوج فالف فيهم ميه والضغط بنفس الضغط. تمام. والسيستم كده في وضع ريدي تو نورمالايز نورمال مود، يعني بقى نورمال مود. نعم. طب معلش لو حبيت اعمل اعيد الخطوات ثاني، معلش ثاني اعيد الخطوات. هما سبع خطوات. قلنا الخطوه الاولى بنعزل المحبس الرئيسي، الخطوه الثانيه في المحبس الرئيسي. تمام. الخطوه الثانيه محبس الضغط اللي بيعادله تمام. تغذيه اللوك هنا. تمام ماشي. خطوه واحد اثنين. الخطوه الثالثه بفتح الدرين، عشان اصفي الميه اللي عندي في الدلوج. تمام. بنصفي الميه في الرايزر اللي بعد الدلوج. ماشي. تمام. الخطوه رقم أربعة ان انا اعمل عمليه ريسيت عن طريق الزر الريسيت هنا. نعم. تمام. بضغط مره شمال مع مره يمين. تمام. حلو. الخطوه رقم خمسة ان انا اقفل محبس المانوال ريليز. الخطوه رقم ستة ان انا ارجع الضغط عن طريق المحبس ده. الخطوه رقم سبعة ان انا ارجع المحبس الرئيسي تاني. هم سبع خطوات اساسيين في كل الدلوج سيستم الموجودين طبعا. طيب بالنسبه للبلادر تانك، لو افترضنا انه كان شغال معايا وعايز اعمل ريسيت البلادر تانك، لا ما فيش. انا كل الفكره وقت الريسيت ان انا اقفل المحبسين. بس انا بيكون عندي في كميه ميه بعد ما بتكون الميه طلعت في قلب البلادر تانك. البلادر تانك اللي حوالي بيكون عندي كميه ميه. بعمل لها درين من محبس تفريغ الميه. تفريغ الضغط والميه طبعا اللي هو ده المحبس ده بيفرغ لي الميه اللي حوالين اللي داخل جسم داخل المسان حوالين المسان. تمام. حوالين المسان. طيب برضو عندي هنا المقياس بتاع من ضمن النقط السيفتي اللي موجوده في النظام، عندي نقطه مهمه ان عندي السيفتي بريزر فالف محطوط على البلادر تانك عشان ما اضرش المثانه جوه او البلادر تانك جوه. ان المثانه عباره عن جلد رابر. رابر تانك جوه، وبناء ان انا بضغط عليه فبيضغط لي السيستم من محبس من مصدر التصريف. طبعا البلادر ده من كيم جارد. البريجر ريليف فالف محطوط لسبب ان الضغط لو زاد عن الضغط المسموح للتانك او عن البلادر تانك جوه بحيث ما اضرش البلادر تانك او اضر جسم التانك نفسه، بيفرغ لي طبعا الضغط المحسوب، وبيكون محسوب طبعا بقدر اعمل له ريسيت عن طريق ضغط السيستم المتوفر في المكان. تمام. دي نقطه. يبقى انا لما بعمل ريسيت من ضمن اعمال الريسيت في حال اشتغل معايا التانك ثلاث خطوات. الخطوه الاولى افتح الدرين على بقفل المحابس على الفوم الداخل والخارج، واعمل درين للضغط حوالين البلادر. نعم. والخطوه وارجع طبعا المحبس ثاني بعدها، وبعدين ارجع السيستم. طب ممكن نرجع الفالفات بتاعت البلادر عشان ما ننساش. طبعا في الحاله الاولى انا بفتح محبس التغذيه الاول. تمام. وبسمع نفس الصوت لانه المكان مقفول جوه ومفيش فيه مصدر يعني يروح عليه. بس هو المفروض حاليا مفيش ميه راح حاله صح؟ مفيش ميه لانه احنا سيستم درايفه ومفرغ من التانك اللي هنا. تمام؟ بفتح ده الاول ليه؟ عشان يعمل يسحب هواء وقت ما بفرغ الدرين. بفتح هنا الدرين. جزء الميه ده اللي هو بيكون جالي من التغذيه اللي حصلت على الوقت اللي طلع. وقت الريسيت. طبعا
بما ان التانك احنا عندنا 500 250 تقريبا، تقريبا نص مليون. دلوقتي سؤال يا مهندس صبري، هو هل اسيب فيه ميه حوالين البلادر بحيث ان هو وقت ما حصل حريق انه يتفاعل مباشره بالديلي تايم؟ انا بفرغ الضغط يعني من ضمن النقط اللي احنا بنتكلم عليها، ان انا بس بفرغ الضغط حوالين الكام بحيث ما بديليش كتير المشكله عليه. تقريبا نسبه معقوله وخلاص. طب ده الهدف الاساسي ان انا ما اعملش عمليه ضغط مستمر على الثاني بالله، مراعاه لفروق درجات الحراره وقت درجات الحراره. في الاخر بفتح انا الخطوه الثالثه ان انا افتح محبس التغذيه على السيستم وارجعه كل السيستم للنورمال. وحتى لو طلع عندي بعض الفوم فهو كده كده وصل لغايه يقف عند الاوتوماتيك بريس. الاوتوماتيك بريس ريليز. اللي هو هيدروليك كنترول فالف. هيدروليك بريشر كنترول فالف. طيب الهيدروليك ده بيشتغل عن طريق ايه يا مهندس؟ بيشتغل عن طريق الضغط طبعا، من اسمه هيدروليك، بياخد ضغط وقت ما بيحصل عمليه اطلاق للنظام. الميه بتضغط. يودي لي ضغط على الفوم. وفي نفس الوقت يودي لي ضغط على ده على يبقى ده جاهز انفتح، يبقى مفتوح في حاله ده. طبعا هو شد دلوقتي لان احنا السيستم وبيرجع المفروض انه ريسيت على طول. الريسيت بتحصل، عمليه الريسيت بتحصل يدويا على فكره في السيستم ده، لان بعض الناس ممكن بعد ما يحصل عمليه الاطلاق كل ما يجي يعمل ريسيت للدلوج يلاقي ده شغال، كل ما يعمل عمليه ريسيت. صحيح. ازاي بعمل ريسيت؟ بيحصل له يد هنا، اليد دي بعمل بيها بقفله على الشات بوزيشن. يعني بقفله مانوال. هو بيفتح اوتوماتيك وانا بعمل له ريسيت يدوي مانوال. تمام. دي نقطه مهمه جدا يعني الناس بتنساها. طيب انا سامع صوت، ده صوت حاجه جوه، ده ترابل صح؟ هل ال سوبرفايز سويتش في مكانه؟ كل تمام متاكد في المجرى بتاعته؟ طبعا بنروح بقى طبعا بعد الخطوه ديت ان انا اتاكد من السيستم هناك ان كل شيء نورمال مود، وبعمل برجع اعمل ريسيت للوحده سيفتي. في حال ما احنا اطلقنا دلوقتي السولونيد كنا رافعينه، لان احنا بنعمل عمليه اطلاق يدويه تعرضا برضو لل، اقدر ارجع دلوقتي السيستم اتاكد انه متمغنط او لا الاول. طبعا لو متمغنط معناه في اشاره، لو متمغنط طبعا بيكون واخد كهرباء، واخد السيجنال عليه وبتاكد منه انه مش متمغنط. طبعا احنا كنا فكينا عشان بنعمل اختبار يدوي صح؟ تمام. ركبت السولونويد مكانه واقفله كده، السيستم جاهز للعمل تماما. البلادر تانك مفتوح، البلادر تانك مفتوح، الهيدروليك كنترول فالف مقفول، تمام. السيستم الدلوج فالف انت اكتف، السولونويد في مكانه. ده في حاله السيتنج بس، بعمل له بفتحه على اساس يفرغ لي الهواء عن طريق البول هنا بيقف. بعد ما بعمل اخلص النقطه ديت بقفل المحبس تاني يعني حفاظا، لان من ضمن النقط الفنيه في السيستم ده البول دي بتتلف بعد فتره من الزمن، بتتلف بسبب وجود الميه على طول، وهي فكرتها ان هي تعمل ريليف فالف، فالمفروض ان تعزل عنه الميه. بعد ما بخلص عمليه السيتنج برجع المحبس ده عشان احافظ على ده دراي، يديني عمر اطول يعني بالمحبس ده. تمام. شكرا لك يا مهندس صبري. شكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.